طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي بمدارس الفاروق الخاصة، بنكمل سلسلة الفصل الثالث، وبناخد النهاردة الدرس الرابع من الفصل الثالث، وهو الحركة الوطنية في عهد الاحتلال البريطاني. تعالوا نشوف، بنلاقي ان اول 10 سنين من الاحتلال من 1882 ل 1892، وهو جمود وخمول في وكسل في الحركه الوطنيه. طبعا ده راجع لعده اسباب. طبعا اول 10 سنين كان لسه عهد الخديوي توفيق، دي اول حاجه، وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني ونفي بعض زعماء الثوره العربيه واعتقال البعض الاخر. تاني حاجة، تركز السلطة الفعلية طبعا في يد المعتمد البريطاني اللي هو اللورد كرومر، وإخضاع الإدارة في مصر للعناصر الإنجليزية في كل مصلحة حكومية في الجيش والشرطة والمالية والأشغال والحقانية اللي هي العدل. تالت حاجة، خضوع توفيق لسيطرة الإنجليز وعدم اعتراضه على سياستهم، خاصة أنهم حموه من الثورة العربية. رابع حاجة، انشغال بعض الشخصيات الوطنية عن المقاومة بالوظائف الحكومية أو أعمالهم الخاصة، والبعض اخر حاول التقرب من الانجليز، يعني مش عايزين مشاكل، كل واحد خايف على مصلحته، كل واحد خايف على اذا كان وظيفه خايف عليها او مشروع خايف عليه. لكن بالرغم من هذا الجمود والخمود والجمود في الحركه الوطنيه للروح الوطنيه دي، لكن اظهرت بعض المقاومات حتى لو كانت بسيطه. زي ايه؟ اول حاجه، جمعيه الانتقام، ودي جمعيه سريه هدفت الى تحرير الوطن باختيار الانجليز، لكن بنقول ايه، سرعان ما اتقبض عليها سنه 1883، يعني قعدت سنه واحده. جريده العروه الوثقى تاسست على يد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده، ودي كانت لمهاجمه الاحتلال. جريده اخرى وهي جريده المؤيد، وتاسست سنه 1889 في اطار فكره انشاء الجامعه الاسلاميه. طيب تعالوا بقى نشوف، مات الخديوي توفيق وتولى من مكانه الخديوي عباس حلمي الثاني في يناير 1892، لكن لم تكن له سلطة فعلية. يعني أنا بقول كده بطريقتي الخاصة، بقول كان مربوط من ناحيتين، السلطة الفعلية في يد المعتمد البريطاني هو الإنجليز، وكمان السلطان العثماني من الناحية الثانية بدأ يتقاسم الخديوي السلطة بإصدار الفرمانات القانونية الإسمية. وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني وجدت إدارات دولية في مصر، مما أخل مبدأ السيادة للدولة المصرية، زي تمثل فيه صندوق الدين، إدارة السكك الحديدية والتلغراف، الدائرة السنية والدوميين، ميناء الأسكندرية، بالإضافة إلى الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة. كل ده بنقول عليه كان في إيد إدارات أجنبية. بنشوف بقى إن في أزمات متتالية تعرض ليها الخديوي عباس حلمي الثاني مع السلطات الاحتلال، وهو ده اللي ادى بقى الى انه حاول يزاول سلطاته الكامله بعيد عن سيطره الانجليز والمعتمد البريطاني لورد كرومر، فعمل مجموعه من التصادمات مع لورد كرومر. وتعالوا نشوف اللي هي دي اللي هتصحي الشعب المصري. اول ما مسك الحكم اقال مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء المعروف بخضوعه للانجليز في يناير 1893، يعني بعد ما مسك الحكم بسنه، وعين مكانه حسين فخري باشا دون الرجوع للمعتمد البريطاني. طبعا المعتمد البريطاني لورد كرومر اعترض واغبر حكومته في لندن، وده اللي اضطر الخديوي الى المهادنه، وتم التوصل الى حل يحافظ على كرامته، وهو الاعاز الى حسين فخري بتقديم استقالته وتكليف رياض باشا برئاسه الوزراء. عشان كده بنقول ان الخديوي توفيق بدا الخديوي عباس حلمي الثاني بدا يعني يوعى كده للدرس ده، ولم يفكر في المواجهة مع كرومر مرة تانية إلى أن غادر كرومر البلاد عام 1907، وتم تعيين بعد كده جورست. وعلى العكس، تراجع الخديوي عباس عن مواقفه المتشددة ومال إلى الوفاق مع الإنجليز على حساب الحركة الوطنية. بنقول تاني حاجة، توثيق علاقته بالسلطان العثماني لكي يستند إليه إذا ما دعت الحاجة لمواجهة السيطرة الإنجليزية، وحتى لا تتفق الدولة العثمانية مع إنجلترا ضده. تالت حاجة، بدأ يتقرب للشعب المصري لكسب ثقته، أفرج عن بعض المسجونين من الثورة العربية وعين بعضهم في وظائف خارج الجيش، وأعاد إليهم النياشين اللي جردوا منها. عفى عن عبد الله النديم، وده كان خطيب الثورة العربية، وسمح له بممارسة نشاطه علنا بعد أن كان مختفيا وهاربا من السلطان.
كان هارب من السلطات ومختفي، فرجعوه تاني لمكانته. ودي اللي شجعت مواقف عباس حلمي التاني المتشددة ضد الاحتلال على ظهور روح المقاومة والمعارضة من جديد، زي مثلا مجلس شورى القوانين اللي ما كانش يقدر ينطق ولا يقدر يتكلم في عهد الخديوي طفيق، لا بدأ يطالب بقى في عهد الخديوي عباس حلمي التاني ببعض المطالب. زي أول حاجة بدأ يطالب بمناقشة ميزانية الدولة، 2 حل مشكلة الديون العقارية، 3 وضع نظام جديد للضرائب، 4 التوقف عن تعيين الأجانب في الوظائف العليا. يعني بمعنى أصح كان طبعا استحالة الطلبات دي يقدر يطالبها في عهد الخديوي توفيق. مرحلة بقى الازدهار، يعني احنا خدناها بقى مرحلة الجمود والخمود، دي نبدأ بقى مرحلة الازدهار. رغم توقف الحركة الوطنية سياسيا، ان المناخ الثقافي والفكري العام ساعد على نمو الحركة الوطنية وبلورة المواقف السياسية، زي وده راجع لعدة أسباب، منها بقى انتشار صحافة الرأي اللي كانت تزخر بالمقالات والدراسات من كل نوع، عودة نمرة 2 عودة أعضاء البعثات من أيام إسماعيل وتأثروا بطبيعة الحياة الأوروبية، وبدأوا يكتبوا مقالات حرة في الجرايد، وبدأوا يطالبوا بحياة نيابية للسورية، وبدأوا يتطلعوا إلى إقامة اللي هم العائدون من البعثات صالونات فكرية. الصالونات الفكرية اللي انتشرت في مصر وفرضوا وجودهم على الحياة الفكرية والثقافية. من هذه الصالونات صالون لطيف سليم، وده اللي حمل أفكار العربيين، والمنتدى الأفغاني، ومنتدى السيد البكري، وصالون أحمد تيمور باشا، وصالونات للسيدات الشهيرات زي صالون عائشة تيمورية ونازلي هانم فاضل والأميرة ألكسندرا. وده اللي خلى في ظل هذا المناخ الثقافي والفكري ظهرت بعض الشخصيات الوطنية اللي حملت لواء المقاومة، زي شخصية مصطفى كامل ومحمد فريد. تعالوا نشوف كده مبدئيا شخصية مصطفى كامل، ونكمل في الجزء الثاني من هذا الدرس، عشان الدرس ده هنقسمه على جزئين. دور مصطفى كامل، انتعشت الحركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل اللي اتخرج من مدارس الحقوق المصرية والفرنسية، ولم يترافع في أي قضية، بل وهب نفسه للقضية المصرية من أجل استقلال مصر. بنقول إن ليه عدة أساليب من أجل الاستقلال على النحو الآتي. داخليا بدأ ينسق أفكاره مع الخديوي حتى لا يقع تناقض بينهما، كما حدث بين عرابي والخديوي طفيق. يعني بدأ يتعلم الدرس والأخطاء اللي وقعت مع الخديوي، مع أحمد عرابي والخديوي طفيق، يحاول يعمل عكسها. خارجيا نسق حركته مع السلطان العثماني لتبعية مصر للدولة العثمانية اللي هي تركيا، واقترح على السلطان العثماني 1897 ان يوافق على جلاء الجيش العثماني عن بلاد اليونان مقابل جلاء الانجليز عن مصر. حاجة تانية في الخارجية، الاستفادة من اعتراض فرنسا على بقاء انجلترا في مصر، فقام بالسفر اكتر من مرة الى فرنسا وغيرها من دول اوروبا، واتصل بالسياسيين والمثقفين والصحفيين الفرنسيين، وكتب في صحفهم مقالات حرة، وخطب في الاجتماعات العامة من أجل مطالبة بجلاء الإنجليز عن مصر، وكما عقد بعض العلاقات الشخصية، وفي مقدمتهم العلاقة الوثيقة مع مدام جولييت آدم الأديبة السياسية المعروفة. لكن هنلاقي تراجع الخديوي عباس حلمي التاني عن مساندة الحركة الوطنية، والعقبات اللي واجهت مصطفى كامل. إذا كان تراجع الخديوي عباس حلمي التاني أو تراجع فرنسا، وده اللي هناخده بقى في الجزء الثاني من هذا الدرس. كان معكم مستر هاني فوزي، مدرس التاريخ بالمرحلة الثانوية في مدارس الفاروق الخاصة، وشكرا.